حضن الردى بعد السموم وقطع دار الخلود والسعة والدمع بي والبعد بات معذبي. جابت لاخوانها دايل بالاخوان صغير وجابت لدار قالت اختها صغيرة قالت لها يوم السبت يا عمر بفضها احنا واحد هو بس انقاذ واخلاع ونوصل رسالة للعالم انه احنا بدون سلاح قادرين نعمل كل شيء. احنا للوطن يعني هذا عمل انساني ما بدنا عليه مقابل، احنا بدنا قدر تعبنا الله بس مش مستعدين مش يعني ما بدنا مقابل من اي حدا لا رواتب ولا توظيف بدناش. كثير سألوا بابا بنتك هاي طب ما بتاخذ راتب هيك، حكى لهم انا بنتي بفتخر فيها انها بتقدم اشي انساني لابناء وطن يعني كمان بنت، وخصوصي احنا المرأة عنا منتقدة كثير في المجتمع بس المجتمع لازم يتقبلنا غصبا عنه، لو بدوش يتقبلنا بإرادته بيتقبلنا غصبا عنه لان احنا عنا قوة اكتر من اي راجل. القوة اللي احنا بنمتلكها القوة اللي استرجلت فيها كأول مسعفة في الأسبوع الأول بتحدى ألاقيها عند أي شخص يعني فيها أول كأول مسعفة في الأسبوع الأول بتحدى